هروح معاكم سريعا كده لملف التعليم ونروح شوية عشان التساؤلات كتير على امتحانات الثانوية العامة هتكون ازاي، اسلوبها هيكون ازاي. التعليم اعلنت امتحانات الثانوية العامة هتكون ورقية والتصحيح الكتروني. التفاصيل بقى في متن الخبر ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اكدت انه الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة العام الدراسي الحالي هتكون ورقية ويتم التصحيح بشكل الكتروني. وقالت انه طلبة الصف الثالثة ثانوي هيؤدوا الامتحانات وفق نظام الاونلاين ونظام عفوا نظام الاوبن بوك مش الاونلاين، نظام الاوبن بوك باسئله تقيس الفهم ونواه التعلم. والجدير بالذكر انه الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني اكد انه تم الانتهاء من مواصفات الورقه الامتحانيه لاختبارات شهاده الثانويه العامه، وهتشمل الورقه الامتحانيه اسئله اختيار من متعدد اللي هي معروفه بالنسبه لهم الام سي كيو، وعوده الاسئله المقاليه القصيره اللي هي الشورت اسي بنسبه لا تتعدى 15%، وده وفق طبيعه كل ماده دراسيه. وقال كمان انه هيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسيه وكيف إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى. ودايما احنا بنتابع تصريحات وزير التربية والتعليم في إطار تدريب المعلم، دايما بيقول أنه هو مش هيحصل ولا هيكون في نهضة لملف التعليم غير بثقل المعلم بالنسبة له عشان يقدر أنه هو يوصل طبعا خبرته للطالب من خلال طبعا ما يتم ثقله بالنسبة له من مهارات تعليمية.